أكد محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورية وأمين عام الحزب في تصريحات للتلفزيون المصري أن هناك عددا من التعديلات المطلوبة على قانون الأحزاب السياسية لمواكبة التغيرات الحالية. قانون الأحزاب السياسية، والحقيقة لنا رؤية في هذا القانون كحزب الشعب الجمهوري أن هناك أيضا بعض التعديلات المطلوبة في هذا القانون عشان يقدر يواكب التغيرات السياسية اللي موجودة في البلد حاليا. أيضا الحاجة الثانية، طبعا أتكلم باختصار شديد جدا، يعني الحاجة الثانية الحقيقة أن الدمج ما بين بعض الأحزاب، هذا الموضوع موضوع قديم وبيثار حديثا. يعني الحقيقة في مصر أكثر من 100 حزب، المسألة مش في العدد، إنما الحقيقة بالظبط كده، يعني اللي موجودين على الساحة واللي المواطن مش لازم يكون عارف المواطن الأحزاب، بس يبقى حاسس بيهم أو يشعر بوجودهم لا يزيدوا عن 10 أحزاب، منهم بعض الأحزاب ممثلة في مجلس النواب. الحقيقة الأحزاب دعينا كتير قوي إلى الدمج ما بين بعض الأحزاب، خاصة الأحزاب اللي متشابهة في المبادئ والأهداف، ولكن أنت عارف كل حزب ليه مكتسباته، وكل رئيس حزب بيهمه المستقبلات المكتسبات المستقبليه، يجي في مجلس النواب كده، فعشان كده بيبقى فيه صعوبه شويه. انا اقترحت الحقيقه، والحزب بتاعنا حزب الشعب الجمهوري مقترح، ان احنا ندي فتره سنه للاحزاب المتشابهه في الاهداف والمبادئ وللدمج، واذا لم يتم الدمج نديها فرصه فصلين تشريعيين، يعني 10 سنين تترشح في المجالس النيابية، إذا فشلت وما حصلتش على تمثيل من الممكن جدا أن يصدر قرار بحلها.